فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم نبحر في منهجية طلب العلم ونستعرض ما ينبغي لطالب العلم أن يحصله، وذلك في صحبة ضيفنا وشيخنا الدائم سماحة العلامة المتفنن الشيخ محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. أطلنا النفس قليلا في هذا المنهج، لكن حتى يكون إن شاء الله نافعا ووافيا للمتلقين. انتهينا في حلقتنا الماضية من الحديث عن أحاديث الأحكام، وأستأذنكم في أن نبدأ اليوم بمبحث العقائد أو فرع العقائد. وقبل أن نستعرض بعض الكتب والمتون المهمة، أريد أن أسأل سؤالا، هل يمكن أن يؤسس الإنسان درسه العقدي على الكتب التي صنفت أساسا للرد على المبتدعة أو المخطئين أو الضلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، إلى ما يجب على المكلف اعتقاده وهذا المحسوم بالنص، وهذا الأصل فيه أن يقتصر الإنسان على النصوص الشرعية مثل الآيات القرآنية ومثل حديث جبريل وغيره من الأحاديث التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي لا بد من اعتقادها، ولا يختلف فيها اثنان من أهل السنة في اعتقادها. وحينئذ لا يهتم الإنسان بالردود في هذه المرحلة، لأنه يريد ترسيخ إيمانه هو، وتقوية عقيدته وفهمه لأركان الإيمان واستيعابه لمسائلها بحسب ما ورد في النصوص. وهذا النوع الأفضل فيه للمبتدئين أن يؤخذ لهم عقائد منقاة ومختارة مختصرة جدا، مثل ما فعل الحميدي رحمة الله عليه في أصول السنة، صفحتين فقط تقريبا، صفحتان وفيهما أصول الاعتقاد. بعد ذلك القسم الثاني هو ما يتعلق بالشبهات والردود، وهذا للمتخصصين وليس لترسيخ العقيدة، بل هو لرد الدفاع عنها، ولا يبدأ به. لا يبدأ به. طيب، إذا جاءنا المرحلة الأولى شيخنا وأردنا أن نرشح مجموعة من الكتب أو المتون التي فيها هذه الأصول والكليات، بالنسبة الذي نرشحه دائما للحفظ هو المنظومات، لأنها أسهل حفظا للطلبة. طيب، وقد نظم عدد من المؤلفات في هذا الباب، منها قديما بعض الأرجوزات وبعض القصائد، وكذلك لدى المتأخرين نظيرها. فالمنظومة لدى الحنابلة مثلا اشتهرت وعليها شروح وطبعت وهي وانتشرت، ومنظومة السفاريني تسمى الأرجوزة وتسمى المنظومة السفاريني، وفيها بعض المسائل التي يختلفون فيها، لكن المهم أنها منظومة جيدة في العقائد على طريقة أهل السنة. إيه نعم. وكذلك منظومة الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي، له منظومتان وقصيدة، وكذلك منظومة الشيخ حافظ الحكمي. وفي المتأخرين الآن عندك النظم الشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه، نظم شيئا في، نعم، نظم مجمل اعتقادي للسنة في حوالي قليلا من 200 بيت. طبع؟ إيه نعم، طبع وحده هنا، طبعته دار الأندلس الخضراء، وهو مقدمة لنظمه للمذهب المالكي، نظم موسع كبير. إيه نعم. طيب شيخنا، هذا النظم لأن حفظه كثير من الطلبة في أنحاء العالم، وزاد على كل المنظومات السابقة بأنه هو ارتبط بالنصوص الشرعية تماما مباشرة، فلذلك فيه أكثر من 200 صفة من صفات الله جل جلاله، وفيه الكثير من الأمور التي ليست، هو شرط أن لا ينظم إلا ما كان قبل حصول الفرق، قبل حصول الخلاف المتفق عليه. إيه نعم، قال: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق، مما إليه الأشعري قد رجع متبعان أحمد يم المتبع، لا ما يقول من لذا أو ذا تمازع من ولم يسير على ما رسم.
لطيف. طيب شيخنا أذكر لكم بعض الكتب المتداولة في هذا الفرع بالنسبة للمنثورات. نسينا لم نذكرها. المنثورات عادة كثير من الناس يرشحون لطلابهم ولأولادهم مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، فعليها لا شك عليها نور وفيها لها تأثير. هذا عند المالكية خاصة لا عند غيرهم، حتى اعتنى بها من الحنفية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وطبعها مستقلة، واعتنى بها من الحنابلة الشيخ بكر أبو زيد وطبعها مستقلة. هي مقدمة الرسالة الفقهية. مقدمة الرسالة الفقهية. جميل. طيب. نعم. كتاب كذلك كتاب التوحيد وهو مختص بتوحيد العبادة فقط، ولا أيضا مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يذكر كثيرا من كلامه هو، إنما له في التأليف مثل ما للبخاري في الصحيح جمع النصوص، جمع وتبويب، فعناوينه هي فيها فقهه. نعم. ما يعقده الشيخ من الأبواب هو فقه ما يذكره فيه، ويذكر هو طبعا الكتاب عبارة عن طبعتين، النسخة التي فيها المسائل والنسخة التي ليس فيها مسائل. فالنسخة التي فيها مسائل نعم يذكر فيها الشيخ في الاستنباطات مما وكذا وكذا. نعم. وهذه أكثرها تكون واضحة ومهمة ونافعة في بابها، وفي بعضها مسائل يكون استنباطها مما ذكر بعيد وبعضها صعب الفهم أصلا مثل ما ذكر. لكن شيخنا كتاب التوحيد بحكم اقتصاره على فرع فروع الاعتقاد، هل يصلح أن يكون بناء بمعنى جزء من البنية المعرفية؟ لابد، هو جزء من البنية المعرفية لابد منه فيما يتعلق. وما الذي يكمل باقي الأبواب إذن؟ يكمل باقي الأبواب ما يتعلق بالإيمان عموما، الإيمان عموما وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. وأيضا حتى ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بالصحابة. معنى هذا أن الاقتصار عليه في باب الاعتقاد لا يكفي، لا لاختصاصه أصلا بفرع واحد. اختصاصه فرع واحد من فروع. طيب الطحاوية أين محلها من هذا؟ نعم، الطحاوية عقيدة قديمة ومؤلفها أدرك الأولين ابن أبي العز، لا هو الطحاوي، الطحاوي الإمام أبي جعفر أحمد بن جعفر بن سلامة الطحاوي الشارح. نعم، هو ابن أختي الإمام المزني إبراهيم تلميذ الشافعي، ولكنه هو تحنف فكان في البداية شافعيا ثم صار حنفيا، لكنه عاصر الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبا داود والنسائية، وعصر الأئمة المجتهدين أدرك زمانهم، وقد ألف تأليفا نافعة في علم الحديث وفي الفقه، له المختصر الفقهي المشهور في المذهب الحنفي، وعقيدته هذه هي مقدمة لأحد كتبه، لكن لا ندري لأي كتاب هي، يقال إنها مقدمة للمختصر الفقهي، ولكن انفصلت هي فأصبحت عقيدة مستقلة. وهي كتاب نافع مفيد ألفها على عقيدة أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. فيها شيء ما يخالف قول أهل السنة وكذا؟ لا، هي كلها من عقائد أهل السنة، لكن على مقتضى المذهب الحنفي على ترتيبها. ولها شروح. كنت أقول الشارح أصابني وهم بين ابن أبي العز والطحاوي المعذرة. نعم. نعم. طيب الواسطية؟ الواسطية عقيدة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد جلب فيها النصوص المتوافرة الكثيرة في مجال الصفات بالخصوص، لأنها مختصة بجانب من جوانب العقيدة وهو الإيمان بالأسماء والصفات. معارج القبول، معارج القبول ذكرناه هو نظم الشيخ حافظ. نعم. المعارج هو الشرح كذا؟ إيه، هو شرحه، شرح منظمة الشيخ. طيب. لوامع الأنوار البهية كذلك، هذا من الكتب النافعة التي هي منوعة أيضا وحاوية لمختلف الفروع في الاعتقاد. لمعة الاعتقاد الهادي، لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمة الله عليه، كتاب مفيد، ولأهل العلم بعض الاستدراكات عليها، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أيوة. فقد ذكر أن الكتاب أن عقيدة الإمام أبي بكر الباقلاني أحسن في بعض الجوانب من عقيدة لخطأ فيها أو لحسن بناء واستكمال المسائل. فقط الموفق في زمانه لم ينفرد مذهب الحنابلة، ولم تقع المشكلة الكبيرة بينهم وبين غيرهم، فلذلك يجمع من مذاهب أهل السنة. نعم. فتوى الحموية والتدمرية، بالنسبة الحموية كذلك عقيدة مختصرة للأطفال وهي جيدة، ورسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الغرض.
أما التدمرية فكانت ردودا على المتكلمين ولم يقصد بها أن تكون عقيدة هي بذاتها، ليست من كتب البناء، لا هي من كتب الردود، ولكن مهمة للتخصص، وقد بناها على 7 قواعد مهمة، وهذه القواعد المقصود بها مباحث وأبواب كليات، ولكنه وضع فيها كليات مهمة مثل القول في بعض القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأيضا حتى بعض الردود التي ركزها رحمة الله عليه وبناها على طريقة المتكلمين، فهي من علم الكلام لكن فيها منافع. سيأتينا إن شاء الله علام السنة المنشورة الحكمي. نعم هذا أيضا مفيد جدا ونافع وقوي. إضاءة الدجنة كذلك، هذا نظم مقهري جميل جدا للمقهري الجزائري المغربي الأصل، وهو نظم الاعتقاد أهل السنة على مذهب الأشعري، وأيضا أتى على كل المباحث لكنه خاض في علم الكلام كثيرا. نعم. والنظم 500 بيت أشعري والمذهب. نعم أشعري والمذهب، نظم 500 بيت، ولكن فيه كثير من المباحث التي يحتاج إليها الدارس لعلم العقيدة مطلقا، لا نرشحه للمبتدئين ولا، لكن من درس هذه الكتب السابقة يحتاج إليه كثيرا. طيب الآن لو أردنا أن نخلص من هذا بثلاثة كتب متدرجة، يبدأ بكذا ثم كذا ثم كذا. نعم. حتى ننتقل للفرع الثاني. نعم. منظومة الشيخ محمد سالم مثلا، جملة العقائد هذه. نعم مجمل اعتقاد السلف، وبالإضافة إلى كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. إيه نعم. ويضاف إليها مثلا العقيدة الواسطية أو العقيدة الطحاوية، هذه بالنسبة للمبتدئين، ثم نتجاوز فنصل إلى ما فوقها، المرحلة التي فوق هذه. نعم. فيأتي فيها الإنسان ب مثلا ما هو أوسع من ذلك، قد ذكرنا من قبل هذه العقيدة، العقيدة التدمرية. ويمكن أن نضيف إليها منظومة الشيخ حافظ الحكمي، وأيضا لو أضاف الإنسان إليها إضاءة الدجنة فيكون هذا جيد، وبعد ذلك نصل إلى الدرجة العليا التي سيكون فيها الإنسان في ردود وتخصصات، وهذه سيأخذ فيها مثلا كتاب المقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. نعم. طيب انتقل شيخنا إلى شيخ، وهو في الواقع كتاباني، المقالات الإسلاميين كتاباني، الأول منه جزء الأول منه الذي هو في المسائل العامة في الاعتقاد، هذا يصلح لهذه المرحلة والبناء، لكن الجزء الثاني وهو القول في دقيقه كما سماه هو، هذا في المسائل النظرية التي فيها ردود وتحتاج إلى الاختصاص. نعم. طيب انتقل شيخنا إلى علم المنطق، وأستاذنك في السؤال، هل علم المنطق هو المقصود به علم الكلام، أو أن بينهما فرقا، أو أن أحدهما منبني على الآخر، أو ما العلاقة بينهما؟ لا بينهما فرق كبير جدا، علم الكلام يطلق على علم الاعتقاد، كل مسائل الاعتقاد، كل مسائل حتى الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة مباشرة، كل مأخوذ من الكتاب والسنة مباشرة يسمى كلاما؟ يسمى كلاما، لأن هذا من تسمية الشيء باسم بعضه، مثل تسمية الإنسان رقبة، ومثل تسمية ال، إذا كيف يكون النهي السلف عن الكلام هذا النهي الشديد؟ هذا عن الخوض في الجدل والبراء، يعني مثلا إذا تأذن لي، من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، أبو يوسف يقوله. نعم. بربهاري واعلم أنها لم تكن زندق ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام. نعم بالنسبة لبربهاري رحمة الله عليه لديه إطلاقات فيها شوية تطرف. تذكر الشيخ محمد إبراهيم أول ما أنشأ المعاهد رحمة الله عليه، طلب منه تدريس المنطق فيها، فأبى على اعتبار أنها من علم الكلام. المنطق ما له علاقة بعلم الكلام نهائي، هذا أنه خبر ما وقع، حكاه الشيخ الفوزان حفظه الله. طيب فإذا المقصود بالكلام، أنا كنت أقول لعل المقصود بالكلام هو سماه الذي اعتمد هذا في الأصل الفرق التي بدأت يقع بينها الاحتكاك والحوار في آخر الدولة الأموية وأول الدولة العباسية، فلذلك اشتهر هذا العلم بعلم الكلام، والمقصود به الجدل، المقصود به أقصد مناقشات الفرق وأقوالهم فيما يتعلق بالاعتقاد. هل هو المرحلة الثانية من الاعتقاد؟ أي نعم في الاعتقاد، مثلا ما ذكرنا أن بدايته هذه التي لا يختلف فيها اثنان، لا مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فينفد ولا بصفة لمخلوق، وأسمائه وصفاته، والإيمان بأسماء الله وصفاته،
والإيمان بالنبوات والرسل جميعا وتصديقهم وعدم التفريق بينهم، والإيمان بختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدق كل ما جاء به من عند الله، والإيمان بأن خير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بالتعيين فهو في الجنة، يجب الإيمان بذلك، واحترام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى آخر الكليات، إلى آخر الكليات، عدم الخوض فيما شجر بينهم من آداب أهل السنة وأمورهم، بعضه من الجزم الأمور اللي يجزم بها، وبعضه من الآداب مثل ما ذكرنا عدم الخوض. فهذا النوع أصول لا يسمى لا. ثم ما زاد عليها هو الذي يسمى كلاما، وهو المسائل التي حصل فيها الخلاف، وهي من مسائل الاعتقاد لكن ليست قطعية. طيب جميل، لك تأذن شيخنا. طيب هل دراسة يعني مذهب أهل السنة في هذه المختلفات من المسائل؟ أهل السنة ليس لهم مذهب واحد فيها، اختلفوا فيها إلى مذاهب كثيرة، فدراسة علم أهل السنة قل إيه نعم، هذا مطلوب، هذا الذي يسمى علم الكلام. إيه نعم، لكن سيكون فيه علم فيه لأهل السنة وفيه لأهل البدعة، لأنه يعني هو دراسة لما اختلف فيه من المسائل العقدية، هو عبارة عن ما اختلف فيه من المسائل العقدية، وطريقة الناس في دراستها مختلفة. مثلا قد يكون الكلام سنيا محضا، مثل ما ذكرناه في التدمرية، ولكن هي من علم الكلام، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيها في المسائل التي فيها الخلاف، ومثل عقيدة الصابوني ومثل غيرها. طيب لو قلنا شيخنا بعد إذنكم أن تناول المسائل العقدية من خلال الكتاب والسنة مباشرة بعيدا عن الاستدلالات المنطقية أن هذا داخل في علم العقيدة، وأن تناول مسائل الاعتقاد نفسها بنفس كلامي بمعنى بطريقة أهل المنطق وكذا، هذا هو الذي يسمى علم الكلام. أنت ما زال المنطق مرتبط عندك؟ إيه نعم، لأنه لا بد أن نميز بينهما، والسامع لا بد أن يدرك الفرق. المنطق علم ترتيب الحجاج والأدلة، ولا علاقة له بالاعتقاد، يمكن أن يستعمله في الفقه، ويمكن أن نستعمله بالأصول، ويمكن أن نستعمله وكل الخلاف الجاري، ويمكن أن نستعمله في الصرف، ويمكن أن نستعمله في المصطلح، وقد دخل في كل لا علاقة له بذلك. وكل كلام أهل العلم مثل ما تقول الآن الرياضيات، الرياضيات أو تقول الحساب، حساب يمكن أن يستعمله الفقيه في الفرائض، في الفرائض وفي غيرها، في الديون وفي المسائل وفي الأيمان وفي النذور، كثير من المسائل يدخلها الحساب، ويمكن أن يستعمله الأصولي في مسائل أصولية فيما يتعلق بالأدلة وترجيحها ومقارنتها، يمكن أن يستعمله المحدث فيما يتعلق بالطرق فهو مختلف. وكذلك التاريخ، هذه العلوم التي يمكن أن تستعمل في كل العلوم، التاريخ عند الحديث لا بد منه، معرفة وفاة الرجال ومواليدهم ودخولهم الأمصار وبداية الطلب ونحو ذلك، وإمكان اللقي وثبوت اللقي، ويستعمله الفقهاء فيما يتعلق بتجدد النوازل والوقائع، وهكذا استعمله أهل التفسير فيما يتعلق بالقصص، وفيما يتعلق أيضا حتى بما يكون من غريب القرآن في وقت ثم تزداد الغرابة أو تنقص. جميل. طيب شيخنا، إذن الآن كل ما يتعلق بكلام الأئمة في أو تنازعهم واختلاف في دراسة علم الكلام لا شأن له بالمنطق؟ لا، مطلق مستقل. طيب إذا نحن لكن نظيره لهم خلاف أيضا في حكم المنطق، هذا خلاف آخر مستقل، لكن دعني أول المنطق حتى باعتباره قوانين عقلية مجردة. نعم، حتى باعتباره قوانين عقلية مجردة، لكن دعنا أولا نتكلم عن قضية علم الكلام المقصود به هنا. صحيح. المقصود به المسائل العقدية التي حصل فيها خلاف، وهذا الخلاف أغلبه من الأمور المتأخرة التي نشأت في أيام الفرق، لكن كثير منه كان في أيام السلف، ولذلك بعضه الخلاف فيه بين أهل السنة أنفسهم، مثل مسألة الكلام التي جاء بها الخلاف، هي سمي بها العلم نسبة إلى مسألة الكلام. مسألة الكلام، كلام المولى جل جلاله، كلام المولى جل جلاله، لأن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة فيما يتعلق بالتكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة والكلام في هذا، فهذا الخلاف حصل بين أهل السنة أنفسهم، وهي مسألة البخاري مع شيخه الذهلي أدت وذي فيها البخاري رحمه وذي فيها البخاري الله. نعم، لكن أدت بمسلم رحمة الله عليه إلى أن يحذف حديثهما معا من صحيحه، حذف كل الأحاديث التي رواها عن البخاري وكل الأحاديث التي رواها عن الذهلي، رغم إجلاله للبخاري وإجلاله وتقبيله لسانه لهما معا. لا، لقبل تقبيل لسان قصة ثانية ليست مع البخاري، هذه لسهل بن عبد الله التستري مع أبي داود سليمان. يا أستاذ الأستاذين. إيه نعم، هو أستاذه وشيخه. طيب. وكذلك محمد بن يحيى بن خالد الذهلي هو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم. نعم. البخاري لم يحذف أحاديث الذهلي من الصحيح، لا يعتبر ذلك تعصبا، لكن لم يسميه باسمه المعروف،
في أي موضع من المواضع التي ذكرها. سماه يقول حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد لكن ما قال مرة واحدة في الصحيح محمد بن حدثنا محمد بن يحيى. سبحان الله. فيسبه إما إلى أبيه وإما إلى جده. سبحان ما يقصد إلى جده وإما إلى جد أبيه أو يذكره دون نسبة. وكذلك حصلت للإمام بن مندة مع أبي نعيم فاختلفا في هذه المسألة وكان ابن مندة صاحب السلطان لأنه رأس الناس في الحديث فاختفى أبو نعيم مدة حياة ابن مندة ما خرج للناس حتى توفي ابن مندة فخرج أبو نعيم وكلاهما من أهل السنة وكلاهما من أهل الحديث. هذه مسائل مثل هذه هذا هو علم الكلام هذه مسائل من علم الكلام. كذلك بعد هذا بدأت مسائل الكلام تكثر في أيام البيهقي وغيره الحاكم نيسابوري وبعض أهل الحديث ألفوا فيها مثلا البيهقي ألف كتاب الأسماء والصفات على طريقة الكلام لأنه يذكر المسائل الخلافية قضية ألف كتابا سماه الاعتقاد على طريقة الكلام وهو مطبوع وليس كتابا بالآثار كتاب الاعتقاد فرق بينه وبين الأسماء والصفات الأسماء والصفات يذكر فيه الأحاديث فقط بأسانده لا معها كلامه هو وكلام السلف والآثار المروية لديه لكن كتاب الاعتقاد يذكر فيه ما يراه هو مذهبه في الاعتقاد طيب. ويدخل في هذا حتى منازعة أهل السنة لأهل البدعة في ما نعم ردود أهل السنة على أهل البدعة مثل كتاب البخاري خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ومثل كتاب الدارمي الرد على الجهمية ومثل كتب الردود عموما شيخ الإسلام في كتب نعم شيخ الإسلام لكن أيضا شيخ الإسلام بن خزيمة رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد فرد فيه على طيب إذا أنا فقط أيضا كتابه الكبير الذي هو كتاب الإيمان لابن خزيمة ومجلد عام الذي أريد أن أقرأه الآن أن المسائل التي وقع فيها خلاف من مسائل الاعتقاد هي التي تسمى علم الكلام سواء كانت من سواء كان الخلاف بين أهل السنة أنفسهم أو كان بينهم بين وبين بين البدعة هذه كلها فهو علم مسائل. مرتبط بمسائل وليس بآلية نقاش هذه المسائل أو معالجتها نعم طيب لكن هذا العلم هذا العلم يحتاج الناس إليه يحتاج إليه للتخصص ولا يحتاج إليه العوام نعم العوام يقتصرون على المتفق عليه لذلك ألف فيه كتب مثلا إلجام العوام عن علم الكلام يعني لا يصلح لهم يثير لديهم شبهات جميل. ويحتاج إلى فإلجام العوام عنه مهم جدا في كل عصر الغزالي رحمة الله عليه لما ألف إلجام العوام عن علم الكلام كان مصيبا في هذا الباب طيب. هذا العلم ألف فيه كتب كانت نافعة مفيدة وألفت فيه كتب كان فيها غلبة عليها أمور أخرى وجدل عقيم مثلا الكتاب المحصل للإمام الرازي رحمة الله عليه الفخر هذا الكتاب هجاه شيخ الإسلام ابن تيمية بأبيات وطعن فيه الناس لكن هو لأنه كثير من المسائل التي ذكرها اجتهادات منه هو وأتى بمسائل جديدة خالف فيها مذهب الأشعري الذي ينتسب إليه وخالف فيها أشياء خالف الجميع نعم منها مثلا قضية لا ما خالف الجميع هو له سلف فيها لكن عموما خالف فيها كثير من أهل السنة جميل. وبالأخص مسألة المعنويات طيب لأن هو هذا مسلك دقيق أخشى أن نخوض فيه فنشكل على أنفسنا وعلى الناس لكن الآن فهمنا أن علم الكلام وما يتعلق بالمسائل المتنازع فيها من مسائل العقائد بين أهل السنة أو بينه وبين أهل البدعة وهو مرتبة ثانية في الدرس العقدي بعد مرتبة دراسة وإتقان المتفق عليه قبل نشوء الفرق وأن طالب العلم يبدأ بالأولى فإن كان متأهلا خاض في الثانية وإلا اقتصر على أكرم الأولى هذه الخلاصة طيب أما علم المنطق فهو علم كما تفضلتم يعنى بضبط قوانين التفكير ومعالجة المسائل ولا شأن له بكل هذا الخلاف لكن ذكرتم أن هناك خلافا فيه مع ذلك نعم فيه خلاف هل يجوز الاشتغال به لأنه أول ما نشأ كان علما إغريقيا فترجم وكثير من الناس دائما يتحرجون من أي شيء وافد على الثقافة مما ليس منها والمسلمون في بعض الأحيان يقع تعصب لدى بعضهم ويقول نحن جعلنا الله خير الأمم فكيف نجتر منع من هذه الجهة لا من أن فيه خللا أو خطأ لا هو في الأصل بما أن الذين ترجموه ترجموه كثيرا من الكتب كما هي وهي متأثرة بثقافة أهلها فكان فيها دخن وهم الوثنيون من عبدة الأوثان ولديهم آلهة تكلمون عنها فيذكرون تلك الأمثلة لكن جاء علماء الإسلام فحذفوا تلك الأمثلة الوثنية ولذلك الأخضري في السلم يقول
والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال. فابن الصلاح والنواوي حرم وقال المنطق أو علم الكلام المنطق هذا المنطق طيب نظم في المنطق. فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب. لكن المختار بن بونة رحمة الله عليه لما ألف كتابه تحفة المحقق في حل عويصات علم المنطق يقول فيها: قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما ألف الفلاسفة، أما الذي خلصه الإسلام ف بريء من هذا. نعم، أنا وجدت من الاستدلالة العجيبة أن بعضهم منع منه قال لأنه يؤدي إلى الكبر، فمن عرفه قويت حجته فاستطال على الناس. هذا حصلت في أيام لكن يصلح احتجاجا؟ لا، لكن فقط من باب سد ذرايع. عدد من الذين قويت حجتهم به كان لهم شيء من هذا، ويروى ذلك عن ابن أبي داود الشيخ الظاهرية محمد. نعم، ابن أبي داود الظاهري كان خبيرا بالمنطق والجدل، وهما علمان من أتقنهما قويت حجته. فكان يوما من الأيام يحدث في بغداد وبين يديه 70 محنكا، 70 صاحب طي لسان من العلماء، من العلماء الكبار، من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن الأصوليين ومن النحويين والبلاغيين، كلهم يحضرون درسه. طيب، فجاءه رجل كبير السن يلبس أسمالا مخرقة، فلما أكمل الدرس والناس يقبلون رأسه ويديه، تقدم إليه هذا الشيخ فقال: أحسنت يا فتى، اسأل عما بدالك. صاحب الأسمال يقول: إيه. نعم، فنظره الناس شزرا وتعجبوا منه، فقال له ابن أبي داود: لا أسألك إلا عن الحجامة، فملابسك تدل على أنك حجام، استهزاء به. فحمد الشيخ الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من نفسه ومن الشيطان، وبدأ يشرح الحجامة، فذكر هذه الحروف الثلاثة الحاء أنها من حروف الحلق، وذكر مخرجها وما يتعلق بها، وذكر ما فيها من اللغات الفرعية وطريقة النطق، والجيم كذلك ونطقها وصعوبته وما يتعلق به ومخرجها وصفاتها، والميم الشفوية وما يتعلق بها، ثم ذكر دلالات هذه الحروف الثلاثة في الاشتقاق وترتيبها وما يستخرج منها، ثم بدأ يتكلم عن تاريخ الحجامة والأمم التي عرفت فيها، ثم ذهب إلى مجال الطب ومواضع الحجامة في بدن الإنسان وما هو نافع منها وما هو ضار، ثم بدأ في الحديث فذكر كل ما ورد من الأحاديث في الحجامة بإسناده وما فيها من العلل وما فيها مختلف الحديث، وذكر الخلاف في بين حديث كسب الحجام خبيث وأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه وباطيبة فأعطاه صاعا من عجوة، والجمع بين الحديثين، وذكر الخلاف الفقهي في مسائل الحجامة، منه الخلاف هل تبطل الصوم أفطر الحاجم والمحجوم، هل تنقض الوضوء خروج الدم إذا تفاحش، الخلاف الأصولي هل العلة القاصرة تصلح للتعليل، فإذا خرج النجس من أي مكان من البدن غير المخرجين وتفاحش. طيب، ومن كان هذا؟ هو حجام لكن فتح الله لسه على يده، فأتى على كل شيء والناس يستمعون إليه، ثم ذهب إلى الأدب وما قيل في الحجامة من الشعر والأدب: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي الرؤوس إليه طائعة يأخذ من مالها ومن دمها، وما يتعلق بالحجامة في الأدب، والمشاهير الحجامين في التاريخ الإسلامي وقبل الإسلام، وذكر حجام ساباط الذي يضرب به المثل في الفراغ، وقد قتل أمه بالحجامة لأنه لم يجد من يحجمه فكان يخرج أمه ويحجمها للناس، وذكر أشياء عجيبة في الحجامة حتى أتى على كل ما يتعلق بها تقريبا. فبكى ابن أبي داود وقال: هل تأذن لي في صحبتك؟ فقال: ترى ليس عندي شيء، فقط أنا رأيت إجلال الناس لك فخشيت عليك يا بني من الكبر فأردت أن أسمعك هذا من سبحان الله. وليس ما عندي وعندك من علم الله يساوي شيئا، وانصرف وما أحد عرف إليه. سبحان الله. طيب شيخنا، في باب المنطق ما الذي ينبغي أن يدرسه الطالب؟ بالنسبة للمنطق لابد أن ندرك أولا أنه قوانين عامة
معرفة تنسيق العلم حتى يكون علما حقيقيا مبنيا على أصول. ولذلك العلم الحادث علم المخلوقين ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق. فلذلك المنطق لا يتجه إلى علم الله جل جلاله ولا إلى الغيبيات، هذا علم الله لا حدود له. لكن علم الحادث مطلقا ينقسم إلى هذين القسمين، إلى تصور وتصديق. فالتصور إدراك المفردات، معناه كيف تدرك الأشياء على حقيقتها، والتصديق إدراك الأحكام الإثبات والنفي، إثبات الصفة ونفيها، إثبات الفعل ونفيه وحجج ذلك. فإذا ينقسم المنطق إلى هذين القسمين. فإدراك المفردات وسيلته وأداته هي المعرفات، الحد والرسم والناقص، الحد وناقص الرسم، تعريف اللفظي وما يتعلق به. إدراك التصورات هو الحجج، وهذه تشمل البرهان والخطابة والشعر كل ما يتعلق بها. الذي يستوفي ذلك كله علم المنطق؟ هذا كله يستوفي علم المنطق. أنا وجدت عبارة الغزالي تؤيد كلامكم بعد إذنكم في مقدمة المستصفى. نعم. قال: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا. نعم، الغزالي رحمة الله عليه رأى أن من لا يدرك هذه المسائل المنطقية لا يثق بعلمه، لأنه ربما كان علمه سفسطة. السفسطة معناه تركيب، تأخذ دليل صحيح ولكن تضعه على نازل لا يتناولها أصلا. وهذا نسمعه كثيرا في كثير من الأحكام، تكون نتيجة خطأ. هي تكون نتيجة خطأ. كثير من المفتين والذين يتكلمون يقول لك هذا داخل في عموم قول الله تعالى كذا، ويأتي بجملة فعلية لا عموم لها، لأنه ما يعرف الفرق بين العام والمطلق، ولا يعرف الفرق بين بسبب فوت درس المنطق. نعم. معنى الذي لا يتولى دراسة المنطق كما ينبغي يقع مثل الذي لا يعرف النحو، الذي لا يميز بين الاسم والفعل، هل تثق بعلمه الآن؟ مشكلة أنهم كثيرون. لكن الذي لا يميز بين الجملة، بين الجمل، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لا يعرف موضع هذه ولا موضع هذه، لا يعرف الموضع الإضمار وموضع الإظهار، هذا لا يثق بعلمه، لأنه يمكن أن يفهم القرآن على خلاف معناه. صحيح. ويمكن أن يفهم الحديث على خلاف معناه، أو على غير أكيد سيفعل، فسيصرف النصوص عن دلالاتها ويلوي أعناقها على غير معانيها. ونظيره أيضا في المنطق فيما يتعلق بالتناول، هل هذا تصور أو تصديق؟ من لا يعرف ذلك يمكن أن يتصور أشياء على خلاف ما هو عليه. صحيح. ويمكن أيضا في التصديق أن يأتي به على وجه غير صحيح. صحيح. فلذلك يوافق الغزالي مع عدم الإطلاقات، هذه الإطلاقات لا بد من تقييدها طبعا. جميل. والمقصود هنا بعد حاجة الناس إليه، لا يقصد أن الصحابة من لا يعرف المنطقة منهم لا يوثق بعلمه، أو لا يعرف النحو لا يوثق بعلمه. جميل. ولا أن التابعين كذلك، لكن المقصود أنه بعد أن احتاجت الأمة إلى هذه العلوم وأصبحت ضرورية فيها، وبعد أن بنيت عليها معارف. إيه نعم، مثل ما قال الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، قال: إن من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة، وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، إذ ليس عصرهم في الافتقار لها كمثل هذه الأعصار. جميل. طيب، نأخذ الكتب شيخنا في المنطق. بالنسبة للمنطق، الكتب الأولى فيه لا نحتاج إليها ولا ننصح بها، الكتب المترجمة. طيب. التي ترجمت من المنطق الإغريقي، لكن ما هذبه المسلمون ورتبوه هذا المفيد. طيب. ودائما نحن ننصح الطلاب بالمنظومات، والمنظومات في المنطق من أشهرها منظومة الأخضرية، وهي السلم المرونق، وهي 159. هي نظم الإيساغوجي أو نظم مستقل؟ لا، هي نظم مستقل. طيب. لكن أتى فيها بأكثر ما ذكره ابن الأثير في إيساغوجي. ثم إذا أضاف إليها الإنسان حمرارها، منظومة المختار بن حامد في حمرارها تتم عليها. نعم، تتم عليها. جميلة جدا. وأيضا نظم المختار بن يبونة المسمى تحفة المحقق في حل عبصات علم المنطق. وبعد ذلك إذا أراد التوسع، طيب قبل التوسع شيخنا، بالنسبة للسلم شروحه، الدمنهوري نفسه، الدمنهوري له شرح. نعم. الراح المبهم والملوي له شرح، حاشية وعليه حاشية للصبان. نعم. فأيها يقدم؟ كلها كذلك، والمهم أن يفهم الإنسان. نعم. طيب. النظم من أوسع من هذه هو نظم ابن طيب القادري، طيبية. طيبية 200 أبيات. والسلم
السلم 159 بيت. فيبدأ بالسلم ثم يبدأ بالسلم ثم الطيبية، لكن الطيبية ليس نظمها مثل جودة نظم السلم، وعر قليلا. نعم وعر، وأيضا مختصر جدا ودقيق، ما له شروح وافية، لها شروح كثيرة لكن هي دقيقة بذاتها، تحتاج إلى شيخ لحل عويصاتها. وأيضا ما أضيف إليها لأن معها إضافات مثل نسب الموجهات، نظم نسب الموجهات، وهذه مسائل دقيقة في المنطق لا يحتاج إليها كثير من الناس. نسب الموجهات أصلا هو في مسائل من المنطق ما ذكرها صاحب السلم أصلا، لا لقلة الحاجة إليها. نعم مثلا عندك المقولات، نعم يحتاج إليها، يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها الأصولي، وليست طيب السلم، وليست السلم. وعندك الافتراض ليس في السلم، وعندك قياس الخلف ليس في السلم، وعندك الموجهات ليست في السلم، لكن استوفاها الطيب. ونسبة الموجهات ليست في السلم. الافتراض نظمه الشيخ محمد سالم، وكذلك الخلف وحده، نعم إضافة يريد به إضافة إلى السلم. ونسب الموجهات نظمها الشيخ محمد باب الديماني، وكذلك المختار بن بونة. طيب إنما التدريج الآن المقترح أن يبدأ بالسلم في استوفية. نعم بالنسبة للمقولات نعم يحتاج إليها الطالب المبتدئ، لكن اللي يأخذ لها نظما أيا كان، مثلا فيه بعض الناس نظموها بيتين ثلاثة هكذا، مثل زيد الطويل والأزرقون ملكي في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه والتواء، فهذه عشر مقولات. ليس هذا في التتم التي الإحمرار التي على السلم؟ لا هذا أقدم منها، لكن ذكر لا أقصد هذه المسائل. نعم ألم يتممها؟ بلا موجودة في نظم، حيث لو أخذ السلم ومعه هذا الإحمرار يكون. نعم الإحمرار ليس واحدا، لأن السلم فيه زيادات، في زيادة المختار بن حامد ذكرناها، وفيه ناس آخرون أضافوا إليه ومنظوماتهم جيدة. اقترحوا لنا واحدا. نظم المختار بن حامد. طيب أسأل عن بعض المتون أيضا المشهورة جدا، الرسالة الشمسية للكاتبي. لم تعد الآن مواتية لهذا الزمان ويستغنى عنها بما ذكرنا، إضافة لأن الكاتبي كان من تلاميذ الطوسي. إيه نعم طوسي عنده، طوسي شيء عنده ما عنده. طيب متن التهذيب للتفتازاني. وقد قال ابن سعيد إن الوضع الغريب الموسوم بالتهذيب كتاب وقع على تفضيل الإجماع وتتابعت بالشهادة على حسن الأبصار والأسماء إلى آخره. إيه نعم هو كتاب جيد لكنه معقد، كعادة سعد الدين. كعادة سعد الدين، سعد الدين برز في ثلاثة علوم وأتقنها، برز في علم البلاغة وفي علم المنطق وفي علم الكلام، لكن كتبه فيها صعوبة فلا يوصل بها الآن. اي نعم طيب. هي أن عمل المتخصصين والذين. طيب ومتن ساغوجي هذا جيد لكن يستغنى عنه بما ذكر، يستغنى عنه بالسلم. اي نعم له مزية على السلم، فيه زيادات على السلم وفيه قضية المقولات وفيه. وإساغوجي ما معناها أصلا؟ إساغوجي معناها انتبه واستمع باللغة اليونانية. اي نعم جيد. طيب أسأل عن كتب على وجه السرعة المواقف للعضد الإيجي. هذا في علم الكلام وليس ليس داخل في المنطق. هذا في علم الكلام وهو كتاب من أهم كتب علم الكلام، ولذلك شرحه كثير من الناس واعتنوا به. صحيح. ومنهم سعد التفتزاني شرحه. طيب. عليه مهم. أستذكر الكتب المعاصرة ضابط المعرفة ووصول الاستدلال حبنك. نعم هذا في المنطق جيد. وطرق الاستدلال بين المناطق والأصوليين شيخنا الباحثين. هذا مشترك بين الأصول والمناطق، كيف العلوم الأمور المشتركة فقط في قضية الاستدلال فقط. طيب هو في جانب التصديق وليس في جانب التصورات. انتقل إلى علم قريب جدا، علم الجدل والمناظرة. بالنسبة لعلم الجدل والمناظرة أيضا ينقسم إلى قسمين في الأصل. أولا آداب المناظرة، وهذه من آداب طلبة العلم مثل آداب الطلب عموما، ومثل آداب المفتي والمستفتي، ومثل آداب طالب العلم. القسم الثاني هذه الآداب ينبغي أن يفرد فيها، لأن التعصب دائما يسيء أهله الأدب، فلا بد أن يتعلم الطلاب ويتعودوا على أن يمكن نقع في أن نختلف، ويمكن أن ندبر خلافنا بطريقة ليس فيها إساءة للأدب. جميل. أما القسم الثاني فهو طريقة تركيب الاحتجاج حتى لا تتشعب المسائل، لأننا إذا أردنا الآن عقدنا هذه الجلسة لمناقشة قضية واحدة، فأول دليل بدأنا الخلاف فيه. طيب. فانصرفنا عن المسألة التي من أجلها أتينا الخلاف، فنذهب إلى خلاف في تلك المسألة، ثم نذهب إلى فروعها،
هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، ثم نرجع هل الحسن سماعه من سمرة صحيح ولا غير صحيح، ثم نبدأ المسائل خرجنا فيها من الله. فهذا النوع هو الذي أدى إلى تأليف علم الجدل ليضبط، وهو علم يخدم علمين جانبين، الجدل الفقهي والجدل العقدي. ولذلك ألفت مؤلفات في الجدل الفقهي وألفت مؤلفات في الجدل العقدي، ليست أصولا واحدة؟ لا، هي نعم هي متقاربة، لكن أمثلتها هي المقصود الأمثلة، وليس فيها شيء مما هو في المنطق من بناء بلا، هو أصل الجدل لا بد أن يكون مبنيا على قواعد المنطق، لكن هو له تفريعات أخرى. مثلا التسليم الجدلي وما يتعلق به، تقول سلمت هذا تنزلا لكن لا أن هذه هي حجته. مثلا المناظرة بين ظاهري وحنبلي في القياس، مثلا في القضية بالقياس، فالظاهر يقول أنا مسلم الحكم لكن ليس دليله القياس، أو يقول سلمته ولكن لا أسمي هذا قياسا بل أسميه منطوق أو مفهوم موافق وهكذا. فالسيوطي مثلا في الكوكب الساطع ذكر قواعد صالحة من هذا الباب في الأصول، سلمته لا أن تلك علة، سلمته للتعليل لا جزئية. فهذه مسائل جيد. ما الذي يصابه في هذا؟ بالنسبة لعلم الجدل أهمه الجدل الفقهي، لأنه كان سائدا من المذاهب وبه يعرف يقطع التعصب ويعرف طرق الفقهاء في بناء المسائل، وقد ألف فيه عدد من المؤلفين، ومن أشهر الكتب التي فيه المعونة في الجدل الشيرازي، للشيرازي، والمنهاج في ترتيب الحجاج الباجي لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، وهذان الكتابان يغنيان غناء جميلا عن غيرهما، المعونة في الجدل للشيرازي والمنهاج للباجي. نعم. طيب الشق الثاني ما يتعلق بالجدل اللغوي ونحوه، فيه أيضا الكفاية وفيه بعض الكفاية والكافية، الكافية أقصد الجويني الجدل، لا ليست كافية الجدل الجويني، هذا الجدل الفقهي. طيب لكن الكفاية في الجدل اللغوي، وأيضا كتاب الاقتراح السيوطي الجدل اللغوي. نعم جيد. طيب بعض الكتب أيضا المتأخرة، المذكرة المشهورة لمحمد الأمين الشنقيطي أداب البحث المناظرة، هو في الأصل الشيخ أراد أن يأتي بالقواعد المنطقية فغلفها بمقدمة في آداب البحث المناظرة، لكن سمى الكتاب كاملا آداب البحث، وإنما هو في المنطق، هو في المنطق عجيب، لأنه أراد هو مفروض عليه أن يدرس الأصول، ولا يستطيع أن يدرس أن يفهم الناس الأصول إلا إذا عرفوا هذه القواعد المنطقية، فإذا قال لهم في ذلك الوقت سأدرسكم قواعد المنطق لم يقبلوا، فسماه آداب البحث والمناظرة. طيب لكن قضيتها قضية آداب البحث والمناظرة أيضا بال المنشود منها والمطلوب مهم جدا في عالمنا اليوم، بين الفقيه الذي هو متقيد بالنقول وما كان لدى الأقدمين، والفقيه الذي يريد اجتهادا وقد يتجاسر على الاجتهاد وليس لديه ملكته. والشيخ محمد المعمي رحمة الله عليه اشتكى من هذا في زمانه عندما ألف كتاب البادية، من المتصدرين للاجتهاد بغير أهليته. نعم، ومن المتعصبين الذين يقولون أن نحن خليليون فإن ضل خليل ضللنا مثلا. فيقول إنه وجد الناس العلماء في منطقته في زمانه على قسمين، طائفة يقولون نحن أصوليون ومع ذلك لا يجتهدون للناس في شيء ولا يخرجوا ولا إذا جاءت أي نازلة ردها إلى الفقيه التقليد المقلد. نعم، والفقيه المقلد يقول أنا مقلد مطلق ضل مع خليل ضل ضللت، لكن مع ذلك لا يمر عليه يوم إلا وهو يجتهد بمسائل جديدة لم يذكرها خليل. يقول في مقدمة هذا الكتاب ما بعد فحاشا للذي رحم أصحاب الأعراف لما كانوا برحمته يطمعون أن يجمع علينا أهل الحادي عشر القرون ضررين، أن يخلي عصرنا من المجتهدين وأن يمنع الاجتهاد في نوازلنا على أمثل المقلدين. هو هذا في القرن الثاني عشر الهجري، وهو الشيخ كان يريد التقريب بين الطائفتين والجمع بينهما. نعم. صنف هذا. طيب لا هو التصنيف اللي نوازل البادية أحكامها والمرجع للعادة، وذكر أنه قرأ بين المغرب والعشاء نصف مختصر خليل الأول فاستخرج منه 58 مسألة ما لها دليل إلا العادة.
من الخليل نفسه. مختصر خليل. والعادات عجيب. تتغير. عجيب. طيب شيخنا، انتقل إلى ما يتعلق بعلوم اللغة العربية بعد المنطق والجدل والمناظرة. كنت أتمنى أن ننتهي في هذه الحلقة لكن ما أظن، لكن على الأقل لو بدأنا بشيء منها وهو ما يتعلق بمتن اللغة ومفرداتها. بالنسبة للمفردات، هذا علم ضروري للإنسان، ولا بد لمن يريد فهم الكتاب والسنة أن يكون لديه إلمام بمفردات اللغة، والعناية بها قليلة للأسف. نعم، وهذه المفردات في بعضها مثلا يكون اللفظ الواحد له عدة معاني، ويكون تكون تختلف باختلاف الأسلوب، وفي بعضها يكون المعنى الواحد يعبر عنه بعدة ألفاظ، وهذه المترادفات، مشترك اللفظي والمترادفات، فهذه تحتاج إلى معرفة لغوية جيدة. والناس فيها يذهبون إلى قسمين: قسم يدرس المفردات اللغوية من خلال أشعار العرب والدواوين، وهذه معانيها سيئة في أغلبها، شعر الجاهلية والخمريات والنساء معانيها المضامين، تقصد مضامينها مثل المعلقات، يلي ناس لغة يا مولانا ليس ولو، لكن خرجت بها مشي تجر وراءنا على ثرينا، لا يعني المضامين. أخذ الأخرى فيها بعض ما ليس أدبا. القسم الثاني وهو الذي نختاره هو المؤلفات المختصة بالمفردات، وهذه من أهمها للمبتدئين فصيح ثعلب، قد خدمه الناس كثيرا ورواه كثرة شروحه والعناية به. وبالنسبة للحفظ نظمه، لكن هو الفصيح عنايته بضبط اللفظة أكثر من عنايته أيضا بمعناها ودلالتها، يذكر ذلك. وقد نظمه مالك المرحل الأندلسي رحمة الله عليه، موطأة الفصيح، وهي نظم محكم جيد. طويلة يا شيخنا، 1300 بيت، لأن الفصيح طويل. صحيح. قد قال أبو الطيب المتنبي: وقد أطال ثناء يطول لابسه، إن الثناء على التنبال. طيب نعم، فلذلك الحاجة إلى هذه المنظومة مهم جدا ونافع. إذا حفظ الطفل موطأة الفصيح فسيكون لديه رصيد. نعم. طيب. ولديه رصيد لغوي جيد، وكثير من المفردات يفهمها ويعرف معانيها. لكن أيضا صاحب الموطأ يعني أقرب ما يكون إلى شرح الفصيح من أن يكون مجرد نظم، زاد وعلق ما زاد مفردات، لكن زاد شرحا فقط. نعم. وبيانا، وهذا مطلوب. طيب، إذن الفصيح هو أول ما توصون بالاشتغال. به في علم المفردات. نعم. شروحه هذه بالنسبة كلها سواء المرزوق بن درستويه، الهروي، الزمخشري إلى آخره، كلها مفيدة. طيب، بعد الفصيح حتى أخصر شروحه الترويح صغير جدا. طيب. ولو تعامل مع الأصل المنثور لا بأس. لا بأس. طيب، بعد الفصيح بعد الفصيح يأتي إلى بعض الكتب المؤلفة في مفردات. نعم. مثلا منها منظومة ابن مالك رحمه الله، المقصور الممدود. المقصور الممدود، مقصور الممدود، تحفة الممدود في المقصود. لكنها أقرب إلى الصرف. لا، هي متعلقة بالمفردات، لكن المفردات المتشابهة التي يجمعها القصر والمد، أصلها موجود، أصلها من نفس المادة، ثم اختلفت بالقصر والمد. طيب، وهذه منظومة مفيدة جدا، ولذلك يقول فيها وبعض: فإن القصر والمد من يحط بلفظيه ما يستسنيه النبهاء، وقد يسر الله انتهاج سبيله بنظم يرى تفضيله البصراء، حوى كل بيت منه لفظين وجها بوجهين في الحكمين فهو ضياء. وقد ضمنه معاني مفيدة في التربية، ونصائح جميلة جدا، ومواعظ وعبر. فيوصى به: أطعت الهوى فالقلب منك هواء، وقساك صفا والبان عنه صفاء، ورمت جدا ما إن يدوم جداؤه، وصياني فقر في الثراء وثراء. فجمع اللفظين مع الموعظة. اي نعم. طيب، إذن المقصود أيضا نظمه الآخر وهو الإعلام بتثليث الكلام، نظم الإعلام بتثليث الكلام، هو له نثر اسمه الإعلام بتثليث الكلام. نعم. وله نظم المثلث، ثم شرح علق عليه. إيه نعم، هذا مختص في إكمال الإعلام. إيه نعم، هذا بالمثلث. إيه نعم، اللفظ الذي يكون فيه فعل وفعل وفعل، بعضه باختلاف المعاني بعضه باتفاق المعاني. تثليث العين أو الفاء أو أي العين فقط، كله في مثلث العين. نعم، لأنه هو الأصل يتكلم عن الثلاثيات، والأفعال هي التي يركز عليها، وبعض الأسماء التي قطرب الذي توسع في التثليث في ذكر. نعم، لكن قطرب المثلث هو غير موجود، منظومته هذا نظم مثلث قطرب. أينا. وهي منظومة لم تحتوي كل المثلث.
طيب إذا قلنا الفصيح، لكن المثلث يمتاز بأنه نظم لمالك، وابن مالك قوته بالنظم معروفة صحيح وإتقانه، وأيضا جمال صحيح الصياغة، وقد طيب نظم كل بيت منه جعله أربعة أشطار، ثلاثة أشطار على قافية، والشطر الرابع مختلف. طيب شيخنا بقينا دقيقة واحدة، فالآن قلنا الفصيح ونظمه في الموطأة، قلنا المقصور الممدود هو الثاني، نعم، ثم المثلث أو نعم لابن مالك هو الثالث. طيب أيضا لابن مالك الكتاب الاعتماد في نظائر الضائي والضاد، هذا مهم في المفردات، وهذا مما يكثر فيه الخطأ اليوم بين الناس، يفرق به بين الضاد والضاء، خطأ هائل الآن صحيح، تجد العلماء والكتاب والصحافة نعم يخطئون أخطاء فاحشة في هذا نعم، فيضبطه هذا يقول كان سأنضم إليكم ويكتبها بالضاد صحيح. واحد طيب يرسل لي رسالة يقول لي كيف الظلام، يقصد الغلام الغين والله أيضا، هذه كبيرة، هذه ما تنفع حتى ابن مالك ما ينفعه في هذا. طيب بالنسبة للمعاجم باعتبارها هي يعني هي أساس المفردات، ما المختصر منها الذي يمكن أن يتعاهده الإنسان حتى يضبط له هذا الباب؟ بالنسبة للمعاجم كل معجم له أهله، مثلا أقصر المعاجم وأقلها المصباح المنير في اختصاري غريب لغة الرافعي، أقصد في بياني غريب لغة الرافعي الكبير، يعني هذا أكثر يعني مختص نوعا ما، مختص ما يفضل عليه مختار الصحاح مثلا، هذا اختصار للصحاح لكن لم يأتي بما في الصحاح، لكن في الذي فيه أكثر من المصباح تقريبا، لكن المصباح لأن الذي يدرس طالب العلم الذي يدرس سيدرس الفقه أولا، فكثير من لغات الفقهاء يجدها مبينة في المصباح، والمصباح أيضا يعتني بالأوزان وما يتعلق بالتصريف الأفعال. طيب شيخنا أنا أستأذنكم في بعد إذنك الوقوف عند هذا الحد، وسنستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة من المعاجم إلى ما بعدها بحول تعالى. شكر الله لكم أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونعتذر على المسائل الصعبة اليوم قليلا، لكن طبيعة المبحث. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم.